شارك ديوان المحاسبة بدولة الكويت في اجتماع المجلس التنفيذي 58 للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ويكتسب هذا الاجتماع أهمية كونه جاء بعد اجتماع الجمعية العمومية العالمية الأنتوساي الذي عقد في موسكو العام الماضي. إسقاطات الاجتماع في موسكو كان لها أثر مباشر على عملنا في المجلس التنفيذي، تناول مجموعة من القضايا منها مقترحة من الكويت، وقدمت الكويت فيها ثلاث تقارير رئيسية: التقرير الخاص في لجنة المعايير وفي آخر التطورات، واللجنة الثانية هي لجنة البيئة واللي تم تحويلها من لجنة البيئة أو التدقيق البيئي إلى لجنة التنمية المستدامة، والجزء الثالث هو المخطط الاستراتيجي ومتابعة الخطة الاستراتيجية. هذه التقارير الثلاثة تضمنت مجموعة من المقترحات، ولعل أبرزها مقترح الكويت بتبني إقامة ملتقى خاص بالقادة الشباب للعمل في الرقابة العليا، وسيتم التنسيق مع المنظمة العالمية المختصة بهذا الشأن. كما تناول الاجتماع مجموعة من المعايير المهنية لتطوير عمل الأربوساي والاستفادة من تجربة الأنتوساي في هذا المجال. هناك كثير من التطلعات والتحديات تواجه المنظمة. الكويت تبنت مجموعة من هذه القضايا تتعلق في كيفية تطوير قدرات العاملين في المنظمة، وبالذات في الأخص فيما يتعلق في البيانات الضخمة اللي هي البيج داتا، وما يتعلق في كيفية متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأيضا فيما يتعلق في التدقيق البيئي وفق التحديات التي تواجهها الدول. وسيناقش هذا الاجتماع تطوير النظام الأساسي للمنظمة العربية ليصبح أكثر مرونة ويدعم عمل الأمانة العامة. وسيعقب اجتماع المجلس التنفيذي اجتماعات الدورة 13 للجمعية العمومية، وسيتم اعتماد جدول أعمالها من واقع اجتماع المجلس التنفيذي. تلعب الكويت دورا محوريا في الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على المستوى العربي والدولي من خلال المنظمة العربية أربوساي والمنظمة الدولية إنتوساي.